السلام عليكم خاوتي ومرحبا بكم في اكسل ويز عبدو. في لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نشوفوا لو فورمات سيلول، يعني راح نشوفوا كيفاش نبدلوا شكل الخليه تاعنا في اكسل. بصفه عامه راح نشوفوا كيفاش نبدلوا نوع الخط وحجم الخط، وثاني كيفاش نبدلوا لون الخليه وحجم الخليه بالنسبه للطول والعرض. وراح نشوفوا بزاف حوايج واحد اخرين جدد اللي راح نخدموا بهم كل يوم ان شاء الله في اكسل. تابعوا معايا. اول حاجه نديروها نكتبوا جمله اللي نخدموا بها كمثال. نخير اي خليه، باغ اكزومبل نخير لا سيلول هذه اف 6 ونكتب I will learn Excel with عبدو. صح، دوكا عندي الجمله تاعي. كي نحب نبدل نوع الخط تاع هذه الجمله واش ندير؟ اول حاجه واش ندير، نسيليكسيوني الخليه تاعي، نخيرها هكذا يا بلاصوري اللي هي اف 6، ونطلع هنايا في اكوي نلقى مكتوب نوع الخط اللي هو هنايا كاليبري. واش ندير؟ نعبز هذا السهم هذا الكحل باش تحبط لي لا ليست تاع كامل انواع الخطوط، ونخير لا بوليس اللي حبيت نكتب بها. باغ اكزومبل نخير هذه ولا نخير اي واحده اخرى، ولا نقدر الا كنت حافظ اسمها نكتب ديراكتومون، نكتب باغ اكزومبل كوميكس اون اماس، هكذايا يتبدل لي نوع الخط هكذا. وكي نحب نبدل حجم الخط دوكا، ماشي نوع الخط ولكن حجم الخط، نحب نكبر شويه الكتيبه، واش ندير؟ نروح لهنايا وين مكتوب 11 اللي هو حجم الخط تاع دوكا، ونحبط نخير اي حجم خط يعجبني، باغ اكزومبل نديرها 16 هكذا. كيما راكم تشوفوا بدلت نوع الخط هنايا وبدلت حجم الخط هنايا. كي نحب دوكا نخشل الكتيبه تاعي، نكتب بخط عريض، نكتب اون غرا، واش ندير؟ نسيليكسيوني دائما الخليه تاعي، نخيرها بلا سوري، ونروح لهنايا وين كاين لو جي هذايا، لو جي سي غرا، نعبزها خطره ونلاحظ باللي الكتيبه تاعي ولات مكتوبه بلو غرا هكذا. نحب نحيها، سيليكسيوني لا سيلو تاعي، نعاود نحبزها ونحيها. ولو كان تاني نحب نكتب بخط المائل، ندير هادي ايطاليك الاي هذايا اللي قدام لو غرام. ولو كان نحب نكتب بخط مسطر سوليني، نخير هاد لو اس، هاد لو اس سوليني. كيما لاحظتوا هادوما نفس لي زوبسيون اللي كاينين في الوورد، يعني لي مول فيخدم مايكروسوفت وورد كاين نفس الشيء بالنسبه لمايكروسوفت اكسل، نلقى نفس الخيارات هنايا. اذا هذه بالنسبه للنوع وحجم وشكل الخط. نروحو دوكا للخليه اللي رانا فيها. الخليه هذه حبيت نبدلها اللون تاعها، حبيت مثلا نديرها تشينيه، حبيت نديرها اورانج، نخير لا سيلو تاعي كالعاده، نروح لهنايا وين كاين هاد القفله هذه تاع سبيغا هذه، نعبز لا فلاش هذه الكحله، ومن بعد نخير اي لون يعجبني، مثلا نخير لورانج هذايا ونعبز اوكي. هكذا هكذا نلاحظ باللي تلون جزء برك من هاد الكتيبه، ومن بعد راح نشوفو علاش في المرحله اللي جايه. كي نحب نبدل تاني اللون تاع الخط ماشي اللون تاع الخليه، واش ندير؟ نروح لهنايا وين كاين ا وتحته لون هنايا، نعبز لا فلاش ونخير اي لون، باغ اكزومبل نحب نخير الزرق هذايا هكذايا، ولات لي زرقاء وتينيه. ودوكا كيما لاحظنا مقبل، كي بدلت لون الخليه تبدلت لي غير هنايا، ما تبدلليش كامل عباره اي ويل ليرن اكسل ويز عبدو. علاش تبدل لي غير هنايا؟ خطرش لا سيلول اف العرض تاعها محدود، كما راكم تشوفوا العرض تاعها يبدا منا ويخلص منا، على بالي تبدل اللون غير هنايا. كي نحب نزيد في العرض تاع اي خليه واش ندير؟ نروح لهنايا الفوق وين مكتوبين الحروف، نروح بين الاف والجي حتى تشوفوا جاوني هاد زوج فليشات منا ومنا، نشدهم بلا سوري وندني ندني 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 لهنا مثلا، شوفوا باللي ولات لي تشيني منا لهنا على حساب واش كاين في الاف. كي نحب تولي كامل تشيني ندني هنايا كامل، وراني لاحظ باللي بدلت العرض تاع الخليه تاعي حتى ولا قد الكتيبه تاعي. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه كي نحب نزيد في العرض واش ندير؟ نروح لهنايا اف، نحط لاسوري بين الاف والجي هنايا، ومن بعد نكليكي زوج خطرات بلاسوري، ندير ان دوبل كليك. كي ندير ان دوبل كليك راح اوتوماتيكيا تكبر وتولي لي قيس الكتيبه اللي راهي داخلها، راح يكبر العرض تاع الخليه باش يولي لي قد العباره اللي راهي داخل هذيك الخليه. صح، عندنا طريقه اخرى ثالثه. كي تكون الخليه تاعي صغيره واش ندير؟ نروح هنايا للاف، نكليكي بالقفله لا دروات تاع لا سوري، ندير هذه لارجور دو كولون، هذه لارجور دو كولون نكليكيها، من بعد نخير شحال حبيت نعطيها عرض هاد الخليه، مثلا نعطيها 50، نكتب 50 هنايا وندير اوكي. كي ندير اوكي نشوف باللي كبرت الخليه تاعي ولا العرض تاعها 50. هكذا دوكا شفنا ثلاث طرق باش نكبروا بهم العرض تاع الخليه تاعنا.
اما بالنسبه لطول الخليه ولا لا اوتور دو لا سيلول نفس الشيء، كما خدمنا هنايا في الاف في الحروف راح نخدم هنايا في 6 في الارقام. عندي رقم 6 هو اللي تخلص عنده، واش ندير؟ نروح بين 6 و7 كيجوني هاد زوج فلايش نشدهم بلاصوري ونحبط لتحت، نحبط لتحت نشوف بلي الخليه تاعي كبرت، ولا نقدر ندير ان كليك دروا مثلا ندير اوتور دو لا لين، وهنايا نخير لا اوتور اللي حبيت، نكتب مثلا 20 وندير اوكي. هكذا ولات لا اوتور تاعها 20، نحب نزيد لا اوتور ندير هنايا اوتور دو لين نكتب 40 مثلا وندير اوكي. هاد لي زوبسيون كامل باش الواحد يتعلمهم لازم تجربهم، لازم تفتح في شي اكسل وتخدم معايا ديريكتومون. يطيح لك اي مشكل ولا حاجه ما فهمتهاش خليها لي في كومونتير، هكذا باش نتعلموا مليح خاوتي. وثاني نقدر اوتوماتيكيا نبدل لا لارجور ولا العرض تاع بزاف خلايا على ضربه تاع بزاف لي سيلول، نسيليكسيونيهم نروح لهنايا وين كاين اف، نسيليكسيوني بلاصوري نسيليكسيوني اف جي اش باغ اكزومبل، ها ثلاثه واش ندير؟ نروح لهنايا ونجبد، نروح لهنايا نجبد، كيما راكم تشوفوا غير نطلق يولي العرض تاع الاف هو نفسه تاع الجي هو نفسه تاع الاش، يسمى بدلتهم بين ثلاثه على ضربه. ها سيليكسيوني ثلاثه ونبدل، يتبدلوا كيف كيف. نفس الشيء بالنسبه لا اوتور دو لا سيلول، نحكم كيما حبيت لي سيلول نبدل لا اوتور يتبدلوا كامل هكذا كيما راكم تشوفوا. اوكي عندنا ثاني اوبسيون اللي نستعملوها بزاف اللي هي لا لينيومون. باغ اكزومبل انا كي كتبت العباره هذه تاعي راكو تشوفوا بلي راهي جابده على اليسار، سما تبدا لي من لاغوش. لو كان حابها مثلا تولي تبدا لي من اليمنى واش ندير؟ نسيليكسيوني لا سيلول تاعي نروح لهنايا الفوق، هادو ما هاد ثلاثه هادو اللي راكو تشوفوا فيهم لا لينيومون، وحده اليني ا دروات كنعبزها تولي الكتيبه هاي ليك جايتني على دروات، وحده اليني ا غوش يعني كنعبزها تولي اليني على لاغوش، وكاينه وحده في الوسط هذه هي اللي كتشوفوا فيها سونتري كنعبزها تولي لي الكتيبه في الوسط. بصح كيما راكم تلاحظوا معايا الكتيبه راهي في الوسط بالنسبه للعرض الخليه، بصح ماشي في الوسط بالنسبه لطول الخليه. راكم تشوفوا هذا ليسباس هذا كاع، كي نحب نزيد نحطها في الوسط بالنسبه لطول الخليه يعني كي نحب نحطها في الوسط فيرتيكال مو واش ندير؟ نسيليكسيوني لا سيلو تاعي نروح لهنا هادو لي الفوق هادوما واش ندير؟ ندير هادي اليني او سونتر، اليني او سونتر كيما راكو تشوفو راهي في الوسط بالنسبه للطول وعرض الخليه، سما راهي في الوسط سوا سوا. اذا هادو هما لي زوبسيون اللي نستعملوهم باش نسقمو ولا باش نالينيو الكتيبه في لا سيلول تاعنا. كاينه ثاني اوبسيون واحده اخرى اللي هي فيوزيوني دي سيلول، يعني نلصق زوج خلايا مع بعضهم. كيفاش نديرو هاد لوبسيون؟ نسيليكسيوني الخليه الاولى تاعي مازالني شايدها بلاصوري ونزيد نسيليكسيوني خليه واحده اخرى هكذا، يسمى سيليكسيونيت هادي وهادي هاد الزوج الاف والجي كما راكم تشوفوا هنا. ومن بعد وين نروح؟ نروح لهنايا هاد القفله هذه اللي اسمها فيوزيوني اي سونتري، نعبزها خطره ونلاحظ باللي الكتيبه ولات تشد لي زوج لي سيلول اللي هما الاف هذه هي اف 6 والجي اللي هي جي 6. اذا كما شفنا خيرنا زوج خلايا ودنا لهم هنايا فيوزيوني باش ولاو خليه واحده، نقدر نخير ثلاثه نقدر نخير ربعه كما حبيت. هايليك باغ اكزومبل هنايا نخير ثلاثه نحي فيوزيوني الاولى نعاود نديرها خطره واحده اخرى يتفيوزيونا لي في ثلاثه، يتفيوزيوني في ثلاثه نقدر شوف لي تحتهم تروماركيو بلي كل خليه راهي وحدها، هذه وحدها هذه وحدها وهذه وحدها، يتسمى عندي ثلاثه خلايا هنايا واللي فوقهم ولاو ثلاثه في خليه واحده ولاو فيوزيوني. عندنا ثاني اوبسيون واحده اخرى، دوك نحي هاد لا فيوزيون هادي نعاود نحيها سيليكسيوني لا سيلو تاعي ونعاود نعبز فيوزيوني تتنحى ولات لي في خليه واحده هكذا. نعاود نصغر هاد الخليه هادو نسوبريميهم وهادي نسوبريميهم. اي ويل ليرن اكسل وذ عبدو، دوك عندي خليه واحده واش راني حايب؟ راني حايب الكتيبه هادي تجيني حابطه. كيفاش تجيني حابطه؟ راني حاب اي ويل ليرن اكسل جيني في سطر وذ ابدو جيني هنايا تحتها في السطر اللي تحتها. واش ندير في هذه الحاله؟ نخير لا سيلو تاعي نطلع الفوق سيليكسيوني هذه غونفواي ا لا لين اوتوماتيكمون، هذه القفله هذه اللي راكم تشوفوا فيها نعبزها خطره. واش لاحظت؟ لاحظت بلي الكتيبه ولات لي تخلف في السطر، يعني كي تخلص لا طاي تاع هاد لا سيلول تعاود تهبط لي للسطر اللي تحتها هكذايا، ونقدر نسونطريها كما شفنا من قبل هكذايا باش تجيني في الوسط. وثاني كاينه اوبسيون اللي نربحو بها بزاف الوقت، كي نحب انايا الشكل تاع لا سيلول تاعي نديرو اوتوماتيكمون خاطرش اكسل يقترح عليا دي ستيل دو سيلول اللي كاينين فيه، واش ندير؟ نخير لا سيلول تاعي دائما نروح لهنايا هاد القفله اللي هي ستيل دو سيلول نعبزها خطره، اكسل راح يقترح لي بزاف لي ستيل تاع لي سيلول كما راكم تشوفوا، كل ما نخير ستيل راح تتبدل لا سيلول هنايا
نقدر نخير مباشرة ستيل اللي يعجبني منه ونخدم به. باغ اكزومبل نخير هادي. هكذا خاوتي نكون وصلنا لنهاية الفيديو تاعنا تاع اليوم اللي هي لو فورما دو سيلول. اذا عندكم اي استفسارات ولا اي اقتراحات تحطوهم من تحت في لي كومونتير. ما تنساوش ابوني فلاشان وجيبوا اصحابكم اللي يحبوا يتعلموا معنا اكسل، ونتلاقاو في الفيديو الجايه ان شاء الله.